يعني حضرتك مشكلة سكان الخنادق دي ايوه زي ما انا شفت دلوقتي في الفيديو في التقرير اللي اتعرض، يعني بيعيشوا في منطقة صعبة جدا من النواحي ايوه الصحية وغير تمام آدمية، الحل ايه يا تمام فندم؟ هقول لحضرتك هو الحل شقين اتنين. اولا بالنسبه للاماكن اللي هي الخنادق دي بتسمى عندنا مساكن ايواء، دي بتبقى في الحالات العاجله الناس اللي بيوتها بتقع وما بيبقلهمش مأوى، فخدهم ايواء سريع في الاماكن اللي زي دي. معظم الناس دي استلمت وحدات سكنيه في اماكن تانيه وهي سابت المكان، او خد الشقه بتاعته اتصرف فيها باعها لحد تاني وما زال قاعد في الخندق اللي هو فيه. ده رقم واحد، يعني احنا برضو ما نحملش الحكومه كل حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا حضرتك بقالي 3 ايام شغال في الابريات 9، المناور اللي بين الامارات بتاعت الاسكان فعلا مليانه زباله، والصرف الصحي والمشكله دي كلها نابعه من وسائل الصرف بتاعت البلوكات. هم ما عندهمش استعداد يعملوا اي حاجه، يصينوا اي حاجه كمجموعه سكان في بلوك، لو غيروا ماسوره مش هتكلفهم. هم عايزين الحكومه تعمل لهم كل حاجه، ورغم كده تواصلنا مع المجتمع المدني وابتدينا فعلا في التفكير. وامبارح انا شخصيا وانا واقف مع اللودر برفع زباله، الناس كانت بترمي زبالتها من البلكونات، اقول له انا على الاقل مش واحنا واقفين، يعني انا جاي بنضف علشان ارفع لك منسوب الارض واسفله لك، والمنظر اللي انت بتشوفه ده بتلاقوش، مفيش تعاون. خدت بال حضرتك؟ ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، طب ان هم عندهم صناديق قمامة مثلا يا فندم يرموا فيها القمامة؟ لا الصناديق دي بعيد عنه، مرايس يعني قريبة من مطرح التجمع، بينزل يرمي زبالته هناك، بس هو بيكسل بيحذفها من الشباك او من البلكونة. تعالى منوره اللي هو سنه على شباكه اللي هو بيتنفس منه. ايوه مع خدت حضرتك. بال حضرتك؟ واحنا دلوقتي الفترة اللي فاتت طبعا حضرتك عارف ما كانش فيه أي مشروعات إسكان متوسط ولا اسكان للمجاني كانت بتتبنى، لكن فعلا من ساعه المحافظ ما جه المهندس محمد عبد الظاهر وابتدينا نخصص اراضي، ودلوقتي بنسلمها لمديريه الاسكان او لبرضه جمعيات المجتمع المدني ان هي تبني وحدات سكنيه جديده ونبتدي ننقل الناس دي مجموعات مجموعات. بس الناس مش صابره. الناس ايه؟ فعلا الفتره هو هقول لك احنا بقالنا كذا سنه، فعلا كذا سنه كانت الناس دي مش على مستوى المساكن دي بس، يمكن على مستوى جمهوريه مصر العربيه مش بعمل عمارات اسكان للاسكان متوسط او تحت المتوسط، لكن فعلا بدات الدوله في الشغل. العمليه كلها فتره وجيزه، بس النهارده بقى في امل ان شاء الله قدامك فتره وهتستلم وحدتك. وبرده رجاء ان اللي استلم وحده يتنقل ليها ويحافظ عليها، ما يروحش يبيعها ويفضل قاعد في الغرفه اللي هو قاعد فيها وبعد كده يشتكي. طيب انا عايز استاذن، ولما بحثت في اسماء الناس دي لقينا ان احنا مسلمين لهم وحدات سكنيه قبل كده. طب انا عايز استاذن حضرتك، كلام مهم جدا اللي حضرتك ذكرته. استاذن حضرتك، مواطن من اهل المنطقه او سكان منطقه الخنادق بغرب اسكندريه معانا على التليفون. استاذ حافظ برحب بيك. ايوه يا فندم. استاذ حافظ، انتوا دلوقتي بتاخدوا شقق واستلمتوا الشقق قبل كده كتير منكم مش كلكم، وبعد كده تروحوا تبيعوا الشقق ديت وتفضلوا قاعدين في الاماكن اللي انتوا قاعدين فيها، مش عايزين تصينوا ومش عايزين تلموا من نفسكم وتحاولوا تحلوا، بالاضافه الى انكم بترموا القمامه، يعني يبقى رئيس الحي موجود ترموا القمامه وهو موجود وهو بيرفع القمامه، يعني ما هو ده برضه مش تصرف. الكلام ده مش صحيح يا فندم، ده كلام جد ليه، هو ده اصلا ملوش شرطه في الحق، عشان في الحق خالص. الكلام كله يا فندم انا كبت كده اللودر بتوع نكس وخليته قعدنا اسبوع نظافه، وانا اللي بقيت واقف قصاد الناس وكلمت الناس ان هم ما يرموش ورموا، بس هم الناس بتقول لك عايزين كلابر، عايزين كلابر نرموا فيها. بدل ما احنا نرموا في الشارع عايزين كلابر طيب نرموا فيها. طيب يعني الناس رمت. احنا مش عايزينه الكلام ده للنظافه، احنا عايزين خروق الناس، الناس ما استلمتش قبل كده، اللي هم اللي جابوه قبل كده من عشوائيات كرموز، اللي هم بيضهم وقعت، هم جابوه من كرموز، اللي هم بيقولوا الناس سابت شوارعهم وسابوا حاجاته، ما حصلش الكلام ده، الكلام ده يا فندم هم طلعوا ناس من سنين وجابوا ناس من كرموز يا فندم. يعني انتوا انا عايز اسمعك بس يا استاذ، لحظه بس يا استاذ، عايز اسمعك بهدوء، يعني انتوا دلوقتي ما استلمتوش شقق قبل كده؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ما استلمناش خالص. ما استلمتوش خالص؟ خالص، هم من سنين الناس القديمة. هم ايه؟ الناس القديمة دي اللي استلمت، تمام؟ احنا كنا لسه سيادتك ما استلمناش حاجة.
يعني دلوقتي انا عايز اعرف في ناس استلمت وناس ما استلمتش؟ ايوه فندم، احنا جد انا من انا برد على مشوار المخاري دوت طلعنا جزء من عند الجمعيه ولسه جزء، الناس دي جاهز وممضي عند المحطه، ايه دلوقتي اللي تعطيل مشوار الناس دي؟ انا عايز اعرف رد المحافظ عليا ايه تعطيل الناس دي؟ طيب لحظه بس، انتوا دلوقتي اذا جمعتوا نفسكم اللي ما استلموش شقق او ليهم او ليهم الحق في ان هم يستلموا شقق، ليه ما بتجمعوش نفسكم باسمائكم بارقام بطايق الرقم القومي بتاعتكم وتروحوا تقابلوا لحظه بس وتروحوا تقابلوا الاستاذ محمد فهيم رئيس حي غرب اسكندريه وهو يتعاون معاكم؟ ايه المشكله ان الموضوع يبقى ماشي منظم؟ استاذ حافظ انا بقول لحضرتك اهو، انا رحت له واتريق عليا ورحت اللي هو رئيس الاستاذ حمدي اللي هو اللي كان سكرتير واتريق عليا. اتريق عليك ليه؟ اقول له انا عايز اعرف دلوقتي سبب السكان دي ايه مشكلتهم؟ دلوقتي الناس دي جابتهم جايه من الرئاسه مبدئيه وعلى طلوع. قال لي لا ده الكلام ده مش معانا احنا مع مصلحه هتطلع كرموس واللي تبع كرموس رحت كرموس. طيب خليك معايا. استاذ محمد فهيم حضرتك معانا يا فندم؟ معاك يا فندم. طيب هم دلوقتي بيقولوا اكيد حضرتك سمعت المكالمه بس اختصارها يعني مش كل الناس خدت شقق. لا ما انا قلت لحضرتك في البدايه في مجموعه منهم استلموا وباعوا شققهم اللي استلموها وما زالوا قاعدين في الغرف دي. انا ما قلتش كله. طيب. انا قلت في مجموعه منهم استلموا ولسه كان جاي لي شكوى فيها من عن طريق وزاره الداخليه فيها حوالي 50 اسم ورديتهم بال 50 اسم متخصص لهم وحدات رقم الوحده وتاريخ الاستلام والكلام ده كله. اللي هم بيتكلموا فيه حضرتك في الساحه اللي هي اتعملت في غيط العنب المشروع اللي بيشرف عليه رئيس الجمهوريه بنفسه، الساحه دي اتعملت حاجه كده برضه جهود ذاتيه وتبرعات من شركات وبنوك، حاجه يعني ما شاء الله حاجه تشرف. الحاجه دي لما اتعملت بدايه اتعملت على مجموعه عقارات في منطقه غيط العنب، المجموعه كلها قايله للسقوط وفيها ميول وفيها بيوت شكل الخطورة. المشروع ده اتعمل وهيتم الاستيلاء على الارض مع صحه الحكومه هتاخدها وهتصرف لهم تعويضات وهتسلمهم وحدات سكنيه والارض دي هتفضل هي بتشكل خطوره على المنطقه وهيتكمل فيها نفس المشروع. طيب امتى بقى يا فندم؟ المشروع لما هيكمل مع حضرتك انت عارف الشغل ما بيخلصش في يوم وليله، بس احنا شغالين حضرتك لو نزلت صورت هناك الساحه بتاعت غيط العنب هتشوف حجم الشغل اللي معمول. وعلى فكره لما كانت وزيره الشؤون الاجتماعيه هنا انا عرضت عليها برضو المشكله ومشكله حي غرب بالذات لانه اكثر حي فيه مباني ومنشات. يعني مفيش توقيت معين استاذ محمد نقدر نقول ان الناس اللي ما استلمتش لو استمرينا على هذا المنوال في انشاء الوحدات السكنيه الجديده ان شاء الله في ظرف سنتين بالظبط مش هتلاقي حد مش مستلم وحده سكنيه. طيب ده من هنا بقى لحد السنتين المشهد ده ايه الحل فيه؟ يعني الصرف الصحي حضرتك لو بعت حد من عندك يصور دلوقتي بس عشان انا بره في اجتماع، لو بعت حضرتك يصور دلوقتي في اباريات 9 هتلاقيني شغال هناك باللوادر وبالمعدات وجايب سباك برضه من اهل الخير بصلح لهم وسائل الصرف اللي هي عامله المشكله وهرفع كل الزباله اللي في المناور اللي هي بتطل عليها الشبابيك بتاعتهم وهرفع منسوب الارض شويه وحسفلتها ان شاء الله وهتبقى زي الفل. يبقى نصبر اللي صبرنا بقى اللي بيقول لك 30 سنه و40 سنه خليهم 32 وتتلاقى ان شاء الله في مكان كويس ان شاء الله باذن الله. ويا ريت حضرتك بس يعني اسمح لي فريق الاعداد يتواصل معاك علشان لو في مشهد او صوره ايجابيه يا ريت بس احنا كمان نصورها. كنت عايز اشير لحضرتك من صحيفة لا لو في حاجه ايجابيه يعني ازمه حي انا حي الخنادق اهو. كانت الوزيره هنا وزاره الشؤون الاجتماعيه وعرضت عليها المشكله فطلبت من القوات المسلحه اللي هي المشرفه على المشروع تخصيص 70 وحده سكنيه لتسليمها للحالات الملحه اللي هي موجوده في الكشف اللي هم بيقولوا اسامينا جم وخدوا البطايا واللي بيقوم بعمليه بحث بقى يستحق ومين لا يستحق في الاولويات. هو كله يستحق طبعا بس مين اللي حاله ملحه هيكون لها الاولويه دي الشؤون الاجتماعيه بتعمل بحث حاله دلوقتي لكل حاله منفرده وهي اللي هترشح لنا ال 70 اسم اللي هيتنقلوا بصفه عاجله. يا ريت يا فندم اول لما الصوره تتحول من المشهد السلبي اللي قدامي على الشاشه ده لمشهد تاني ايجابي وخصوصا فيما هو متعلق ب
الصرف والقمامة. رجاء حضراتكم تتواصلوا مع زمايلي في الإعداد وهم كمان يبعتوا كاميرات علشان نصور ما حدث من تغيير إيجابي، لأن كمان يهمني إن إحنا زي ما عرضنا السلبي نعرض الإيجابي. وشكرا على وجودك معانا وتفهمك وسعة صدرك.